بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أتم لنا صيام رمضان وقيامه وأكمل لنا العدة وبلغنا بفضله ومنته تمام شهرنا، وقد سألناه عز وجل القبول والفوز بالجنان والعتق من النيران. الحمد لله على عظيم الفضل والتوفيق والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، إمام الهدى وسيد الورى، خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ومن هذه البقعة الطاهرة الطيبة المباركة، وفي هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي 25 في هذا اليوم السابع من شهر شوال سنة 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الذي ما زلنا نواصل فيه مدارستنا لهذا السفر المبارك، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا المجلس وأمثاله ما زلنا نعقده في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة، مستكثرين من ذكرنا لله جل جلاله ومن صلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نرجو بركة الليلة ونيل شرفها وخيرها وأجرها ونورها بكثرة ما يكتب لأحدنا من هذا الخير العظيم والأجر الكريم. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: واعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام إلا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره. قال: فأكثروا من الصلاة عليه لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، آمين. وهذا المجلس الذي قد وقف بنا الحديث في آخر مجالس شهر رمضان المبارك في ذكر فصل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتب والرسائل والوفود والبعوث، فصل في رسله عليه الصلاة والسلام وكتبه إلى الملوك. ومجلس الليلة بعون الله تعالى نواصل فيه ما عقد له المصنف رحمه الله فصولاً متتابعة في أسماء مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقدر ما يسع مجلسنا. فاغتنموا من بركات ليلتكم في مجلسكم بصلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا أربعة: اثنان بالمدينة، بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن معير الجمحي. هؤلاء يا كرام أربعة كانوا يؤذنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة المسلمين لا يكاد يعرف من مؤذن المصطفى عليه الصلاة والسلام سوى بلال بن رباح رضي الله عنه. وسبب ذلك أن بلالا رضي الله عنه أول من أذن،
وهو الذي لزم الأذان لنبينا عليه الصلاة والسلام حضراً وسفراً، فاختص بذلك. فإذا ما عرف الناس إلا بلالاً رضي الله عنه فلهذا السبب. وأما بقية المؤذنين الثلاثة الذين سمعتم أسماءهم، فابن أم مكتوم عمرو، وقيل اسمه عبد الله، كان يمكن أن تقول مساعداً لبلال رضي الله عنه في الأذان بالمدينة، بل لا يحفظ عنه أنه كان يؤذن إلا الفجر الأول، فكان يشارك في الأذان ولا يستقل به. وأما الثالث فمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، سعد القرظ مولى عمار بن ياسر. وأما الرابع فمؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة هنا في المسجد الحرام، أبو محذورة أوس بن معير الجمحي رضي الله عنه. هؤلاء أربعة، وسردهم المصنف رحمه الله بقوله: اثنان بالمدينة وابن أم مكتوم وبلال، قال: وفي قباء سعد القرظ، وبمكة أبو محذورة. هؤلاء الأربعة الذين حفظ أذانهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرج البيهقي في السنن الكبرى وابن خزيمة وصححه، تقول: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وابن أم مكتوم. فمن بقي؟ بقي سعد، ولم تذكره عائشة رضي الله عنها. ومعنى هذا أنها قصدت المؤذنون الراتبون، يعني المستمرون، أما سعد فلأنه كان بقباء، وإلا فقد أذن للنبي عليه الصلاة والسلام سوى هؤلاء الأربعة أيضا زياد بن الحارث الصدائي، لكنه لم يكن راتبا، وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ليؤذن لقومه. فانظروا كيف حفظت الأمة أسماء من تولى شرف الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانوا كما سمعتم اثنان بالمدينة وواحد بقباء والرابع بمكة. أما بلال رضي الله عنه فالذي اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمكة لما أسلم، وآذته قريش فأعتقه أبو بكر لوجه الله. فبلال رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام الذين يأتون يوم القيامة في ميزان حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان ناصر المسلمين المستضعفين بمكة. إذا أسلم عبد أو أمة اشتراه فأعتقه وحرره من أذى قريش وتعذيبها وتنكيلها بمن أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام بمكة. منذ أن أعتقه أبو بكر رضي الله عنه لزم بلال رضي الله عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم للخدمة، وكان لما شرع الأذان أول من تولى الأذان. ولهذا فإن بلالا رضي الله عنه مر بكم في فصل في خدامه عليه الصلاة والسلام وذكر اسمه هناك، فإنه كان ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، شهد المشاهد كلها، ما تخلف عن غزوة، وكانت وفاته بالشام في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سنة 20 من الهجرة، وقد توقف عن الأذان بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، وانطلق مع الجموع الفاتحة التي خرجت تقود نور الإسلام وهدايته للبشرية، وبقي بالشام إلى أن أدركته الوفاة رضي الله عنه. هذا بلال، وقال المصنف: وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون أول من أذن وهو في المدينة وليس بمكة؟ بلال أذن في المدينة ثم هو أول من أذن، كيف يكون في المدينة وهو أول من أذن؟ نعم، لأن الأذان لم يشرع إلا في المدينة هناك بعد الهجرة، فكان لما شرع الأذان كان بلال رضي الله عنه أول المؤذنين. أما عمرو ابن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري، فاسمه عمرو وقيل اسمه عبد الله، مشهور بابن أم مكتوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوليه المدينة إذا خرج في غزوة، ويبقى أميراً لرسول الله عليه الصلاة والسلام على المدينة.
وكان يشارك بلالاً رضي الله عنه في الأذان، مات أيضاً في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم أعمى، فكان لا يرى طلوع الفجر إلا إذا أخبره مخبر. فكان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول، ثم ما عدا أن ينزل بلال وبعده ببرهة يسيرة يصعد ابن أم مكتوم ليؤذن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، يعني ما طلع الفجر بعد، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان ابن أم مكتوم إذا قال له قائل قد طلع الصبح قام فأذن، فهو إذن من مؤذني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما في قباء فسعد القرظ مولى عمار بن ياسر كان مؤذنا في قباء، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وخرج بلال رضي الله عنه مع جموع المجاهدين الفاتحين، انتقل سعد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من قباء إلى المسجد النبوي، فظل مؤذنا فيه إلى أن مات سنة 74 للهجرة، يعني ظل في خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم في خلافة معاوية إلى دولة بني أمية. ولما تولى الأذان هذه المدة المديدة في مسجده عليه الصلاة والسلام توارث أولاده الأذان من بعده رضي الله عنه. أما في مكة فأبو محذورة واسمه أوس ابن معير الجمحي، وقيل اسمه وقيل في اسمه في سمرة، أو قيل في اسمه سلمة، مختلف في اسمه أوس أو سمرة أو سلمة، وهو مشهور بكنيته أكثر أبو محذورة. أسلم رضي الله عنه يوم فتح مكة فقط، وقبلها لم يكن يعرف الإسلام وليس من المسلمين. لما أسلم رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خروجه بعد فتح مكة إلى ثقيف والطائف في غزوة حنين، ولإسلامه قصة لطيفة، وبسببها تولى شرف الأذان بمكة فكان مؤذن المسجد الحرام. أخرج بعض أصحاب السنن كأبي داود والنسائي، والحديث صحيح، قال أبو محذورة: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، غزوة حنين كانت بعد فتح مكة في السنة 8 للهجرة، لما فتحت مكة خرج رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لأجل أن يدخل أهلها في الإسلام، فكان حصار الطائف ثم غزوة حنين وأوطاس التي دخل بها الإسلام في هذه البلاد. يقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت 10 من أهل مكة نطلبهم. يقول: خرجنا 10 نرقب خروج النبي عليه الصلاة والسلام من حنين. قال: فسمعناهم يؤذنون بالصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا أن ائتوا بهم. قال: فلما جئنا أذنا بين يديه رجل رجل، وكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعالى، فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي وبرك علي 3 يعني قال: اللهم بارك عليه. قال: ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ قال: فعلمني كما تؤذنون الآن بها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بإعادة جملتي التشهد مرتين أيضا، في المرتين الأولى يرفع بهما صوته وفي الثانية يخفض بها، ويسمى هذا الترجيع وسيذكره المصنف الآن بعد قليل. ثم أتم جمل الأذان: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال: وعلمني الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولهذا يسمى هذا الحديث بأذان أبي محذورة رضي الله عنه، أو يسمى بأذان مكة في مقابل صفة أذان بلال رضي الله عنهم جميعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أنه بعد هذا حصل أن تولى أبو محذورة الأذان رضي الله عنه. يذكر في ترجمته أنه قال: لولا الأذان لهاجرت، يعني لولا أن كلفني رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأذان في المسجد الحرام لأدركت معه الهجرة إلى المدينة ولصحبته فيها. فدل على فضيلة أبي محذورة رضي الله عنه وعلى شرف الأذان في المسجد الحرام، فكان أبو محذورة إمام المؤذنين في المسجد الحرام من أهل الإسلام إلى يوم الناس هذا، وقد كانت وفاته في السنة 59 من الهجرة رضي الله عنه وعن سائر مؤذني وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة. إذن هؤلاء الأربع هم المؤذنون: بلال وابن أم مكتوم في المسجد النبوي، وسعد القرض في قباء، وأبو محذورة في مكة. هؤلاء الأربع. وأما حديث عائشة رضي الله عنه وقد سمعتم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مؤذنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجمع بين هذه الروايات، قال: والحق أن المؤذن الراتب بلال، وأما ابن أم مكتوم فكان يؤذن في الفجر، وأما سعد القرض فكان مؤذنا بقباء، وأما أبو محذورة فكان بمكة. فبهذا تجتمع الروايات، وقد سمعت ما اختص به كل واحد من هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال: وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة. المقصود بترجيع الأذان خفض الصوت بالشهادتين ثم رفع الصوت بهما. فإذا قال بعد التكبيرات الأربع في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، قال المؤذن خافضا صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيد جملتي التشهد رافعا صوته كما رفع في التكبير وسائر جمل الأذان، فيعود أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. فيسمى هذا بترجيع الأذان، يعني أن يذكر جملتي التشهد بصوت منخفض مرتين مرتين، ثم يعود فيرفع بهما صوته. والمقصود بالإفراد يعني أن تكون كل جملة مفردة مرة واحدة، والتثنية تكريرها. فأنت الأذان هذا الذي تسمعه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي أكثر مساجد المسلمين هو حديث بلال الذي هو تثنية جمل الأذان، إلا كلمة التوحيد في آخرها فهي مفردة، وإلا التكبير في أول الأذان فهو مربع، يعني 4 مرات. والباقي أشهد أن لا إله إلا الله مثنى مرتين، ومثله أشهد أن محمد رسول الله، ومثلها حي على الصلاة، حي على الفلاح، والتكبير الأخير أيضا مرتان. فجمل الأذان تثنية، إلا التكبير في أوله فهو 4، وإلا كلمة التوحيد في آخره فهو مفرد. وبهذا يكون عدد جمل الأذان 15 جملة. الله أكبر هذه جملة، وهي معدودة 4 مرات في أوله، ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرتان، ثم الشهادة بأن محمد رسول الله مرتان، ثم حي على الصلاة مرتان، وحي على الفلاح مرتان، ثم التكبير مرتان، ثم كلمة التوحيد، فالمجموع 15 جملة. قال: كان أبو محذورة يرجع الأذان. فهمت ما معنى الترجيع؟
خفض الصوت بالشهادتين ثم رفعه بهما. وكان يثني الإقامة، يعني جمل الإقامة في صفة أذان أبي محذورة كانت تثنية لا مفردة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ومثلها بقية الجمل إلى قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: وكان بلال لا يرجع، يعني إنما يكتفي في التشهد بمرتين مرتين ويفرد الإقامة. فالذي حصل أنه اجتمع للفقهاء صفتان صحيحتان للأذان، إحداهما أذان بلال رضي الله عنه، والثانية أذان أبي محذورة رضي الله عنه، فهذا أذان المدينة وهذا أذان مكة. ومن الفقهاء من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، وكله صحيح، ولا ينكر أحد أذن بهذا أو أذن بذاك، بل استحسن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحم الله الجميع أن يستعمل الجميع، لأنه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف هنا يشير إلى الخلاف في مسألة صفة الأذان الوارد في السنة بين حديث بلال وحديث أبي محذورة. وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ما معنى الشفع؟ تثنية جمل الأذان مرتين مرتين. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. معنى وتر الإقامة إفراد ألفاظها مرة مرة، سوى التكبير في أول الإقامة فإنه تثنية، وقد قامت الصلاة أيضا في الإقامة فإنها تثنية، وباقي الجمل مفردة. أما حديث أبي محذورة فبتثنية الإقامة. فهذا ما اجتمع من الروايات في حديث بلال وفي حديث أبي محذورة. أما حديث أبي محذورة فقد سمعته لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام جمل الأذان. أما حديث الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي محذورة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الأذان، والحديث عند مسلم: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما حديث أذان بلال فالحديث المشهور في قصة كيف شرع الأذان. لما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الرؤيا أنه طاف به طائف، لما أمر عليه الصلاة والسلام بالأذان أو بكيف يجمع الناس للصلاة، قال: لما أمر بالناقوس يعمل ليضرب به في الناس أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. فعلمه جمل الأذان في الرؤيا في المنام: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، يعني تأخر إلى الوراء قليلا، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة، وعلمه جمل الإقامة. فهذه صفة الأذان وجملها لا اجتهاد فيها، وليست من صنيع الفقهاء، واختلافهم ليس فيه اجتهاد يعود إلى أنفسهم، بل هي الروايات. وصفة الأذان وحي جاء من الله عز وجل. فلما أتم الرؤيا جاء قال: فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. لأن بلالا رضي الله عنه ندي الصوت، عذب الصوت وجميل الصوت. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به، فسمع بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول:
والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. والحديث أخرجه البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة، فأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالفهم مالك في موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. هذا محصل المذاهب الأربعة في اختيارها. وأهل الحديث ومنهم أحمد رحم الله الجميع أخذوا بحديث بلال في الجانبين، في صفة الأذان وفي صفة الإقامة، وزادوا عليه التثويب الذي جاء في حديث أبي محذورة. ومعنى التثويب أن يقول المؤذن في الصبح لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. من ثاب يثوب بمعنى عاد ورجع مرة أخرى، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني يرجعون إليه مرة بعد مرة لا يشبعون، كلما جاءوا إليه ورجعوا عادوا. فالثوب من الإعادة. فمعنى التثويب أنه يعود إلى الدعاء إلى الصلاة. كيف؟ لأنه قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا دعاء إلى الصلاة. ثم يعود فيقول: الصلاة خير من النوم، يدعو الناس إلى الصلاة بطريقة أخرى. فسمي هذا بالتثويب، وهو ثابت في أذان الفجر خاصة. قال: فأخذ أحمد في أهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وأخذ الشافعي وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة أبي بلال، وعكس ذلك أبو حنيفة، فأخذ هو وأهل العراق أخذوا بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام مالك في هذا بحديث بلال، وخالف في موضعين: إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. وكل ذلك صحيح، والأمر فيه واسع، لأن الروايتين في صفة الأذان ثبتتا صحيحتين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم. المقصود بالأمراء من أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان إمرة ولاية في منطقة أو كانت إمرة جيش في سرية. أما السرايا فكثيرة، وكلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية أمر عليها أميرا، إلا في مؤتة فإنه أمر ثلاثة عليه الصلاة والسلام، لحكمة سيأتي ذكرها في موضع مغازيه عليه الصلاة والسلام. وأما أمراء المناطق والجهات فسيأتيك في هذا الفصل من الذين بعثهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاهم الإمارة، فكانوا مسؤولين، فكانوا أمراء النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المناطق، في اليمن، في عمان، في البحرين. من كانوا أمراء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. أول ملك من غير العرب من الرؤساء والعظماء أسلم باذان، ويقال في بعض الكتب باذام بالميم، ابن ساسان من ولد بهرام جور، تولى بإمارة النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن كلها، فهو أمير مسلم لرسول الله عليه الصلاة والسلام على اليمن كلها. ليش قال على اليمن كلها؟ لأن أجزاء من اليمن أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليها بعض أصحابه، أما باذان فكانت ولايته عامة على اليمن كلها بعد موت كسرى. قال: فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. قال الإمام الطبري رحمه الله:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فيما بلغنا لباذان حين أسلم وأسلمت اليمن، جمع له عمل اليمن كلها وأمره على جميع مخاليفها، فلم يزل عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حياته، فلم يعزله عنها ولا عن شيء منها، ولا أشرك فيها معه شريكا حتى مات باذان. فلما مات فرق النبي عليه الصلاة والسلام عملها بين جماعة من أصحابه. وذكر الطبري عددا من الروايات التي يسوق فيها سنده أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه سنة 10 بعدما حج حجة الوداع وقد مات باذان. والحديث عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري كان في من بعثه مع عمال اليمن بعد موت باذان، قال: ففرق عملها بين ابنه شهر بن باذان وعامر بن شهر الهمداني وعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري وخالد بن سعيد بن العاص والطاهر بن أبي هالة ويعلى بن أمية وعمر بن حزم. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام كوكبة من أصحابه وزعهم على مناطق اليمن بعد ممات باذان، وإلا ففي حياته كان الأمير الوحيد على اليمن بمخاليفها كلها كما سمعت. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص. خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه مر بكم قبل هذا المجلس في ذكر كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هو وأخوه من كتاب الوحي للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد تولى شرف هذه المهمة ببعثه إلى اليمن، ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على صنعاء بعدما قتل شهر بن باذان، وولى أخاه عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى، وولى أخاهما الحكم ابن سعيد على قرى عرين وهي فدك وغيرها، وولى أخاهم أبان ابن سعيد بن العاص على مدينة الخط بالبحرين التي تنسب إليها الرماح. فأربع من أبناء سعيد بن العاص أمراء للنبي عليه الصلاة والسلام، اثنان منهم باليمن وواحد بوادي القرى والرابع بالبحرين كما سمعت. وزع النبي عليه الصلاة والسلام على أعمال حضرموت عكاشة بن ثور وعلى بني معاوية بن كندة المهاجر، فاشتكى فلم يذهب حتى وجهه أبو بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. واستعمل أيضا على حضرموت عليه الصلاة والسلام، استعمل زياد ابن لبيد البياضي، وكان زياد يقوم على عمل المهاجر. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكان هؤلاء الصحابة أمراءه وعماله على اليمن وحضرموت، إلا من قتل في قتال الأسود العنسي لما قاد المسلمون الجيوش وقد ادعى النبوة كذبا فقاتلوه، فاستشهد بعضهم في قتال الأسود العنسي وهو باذان، فمات هناك. وفرق النبي عليه الصلاة والسلام العمل على اليمن على جملة من الصحابة ممن سمعتم أسماءهم رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي كندة والصدفة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين. تولاه ولم يسر لأنه اشتكى، يعني اشتكى الألم والمرض، فبقي لم ينفذ الإمارة، وقد يعني كما نقول صدر قراره لكنه لم يباشر الإمارة لأجل ما اشتكى منه، حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجهه أبو بكر لقتال المرتدين. نعم. قال: وولى زياد بن لبيد الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيدة وعدن ورمع والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء. الآن هذه كلها جنوب جزيرة العرب، وكل ما كان في جنوب الجزيرة يسمى آنذاك يمنا. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء إلى جنوب الجزيرة: معاذ بن جبل في الجند، أبو موسى الأشعري في زبيد وعدن والساحل، زياد بن لبيد الأنصاري في حضرموت، المهاجر إلى كندة والصدف، وهكذا. كل هؤلاء بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن،
وبعضهم بقي فيها حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرجع، وربما عزز هؤلاء ببعض من بعثه إليهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سار إلى اليمن وأخذ الهدي من هناك وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قادماً ببعض البدن التي نحرت هدياً بمكة في حجة الوداع سنة 10 من الهجرة على المصطفى أفضل الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولى عتاب بن أسيد مكة وإقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة 8 وله دون 20 سنة. عتاب بن أسيد من أصغر أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أميره على مكة، بل كان أمير الحج سنة 8 من الهجرة. الحج فرض في السنة 8 التي فتحت فيها مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام، بل كان بعدما انتهى من غزوة الطائف ثقيف وحنين وأوطاس رجع عليه الصلاة والسلام في أخريات القعدة إلى المدينة. ولما جاء موسم الحج أمر عتاب بن أسيد أن يقود ركب الحجيج ذلك العام، فكان أول حج في الإسلام يقوده عتاب بن أسيد. في السنة 9 التي بعدها وهي عام الوفود بقي النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وجعل إمرة الحج عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعث معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما كان في السنة 10 حج المصطفى عليه الصلاة والسلام بالأمة حجة الوداع الحجة اليتيمة الفريدة، فهذه هي تاريخ حجة الإسلام منذ أن فرض في السنة 8. عتاب بن أسيد أسلم يوم الفتح، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى حنين يتابع مسيره في الغزو وفتح تلك المدن وإدخال أهلها في الإسلام، استعمل عتاب بن أسيد على مكة يصلي بالناس، وقال له: تدري على من استعملتك؟ فقال عتاب: الله ورسوله أعلم. قال: استعملتك على أهل الله، أهل مكة، أهل الحرم. قال: وأقام عتاب للناس الحج تلك السنة وهي سنة 8، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتاب بن أسيد عامله على مكة، وظل أميرا للمصطفى عليه الصلاة والسلام على مكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها. لما بعث عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وزياد بن لبيد وجملة من الصحابة إلى اليمن، بعثهم دعاة وأمراء ومعلمين وقضاة وحكاما يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في تلك البلاد، بلاد اليمن. أهل اليمن أهل إيمان كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهل حكمة، وقد استقر الإيمان في قلوبهم. فانظروا كم بعث لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبار الصحابة وأجلتهم رضي الله عنهم. بعث أيضا عليا للقضاء وتولى الأخماس بها، يعني خمس المغانم والفيء، ليكون واليا هناك يساعد أولئك الأمراء والحكام، وقد رجع يوم حجة الوداع وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام بمكة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها. عمرو بن العاص رضي الله عنه من دهاة العرب ومن فضلاء الصحابة الكبار. نعم، تأخر إسلام عمرو بن العاص ولم يكن من السابقين، بل تأخر جدا. لما أسلم عمرو كما يقول الحافظ بن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقربه ويدنيه لمعرفته بعمرو وشجاعته، وولاه غزوة ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، ثم استعمله على عمان فمات وهو أميرها، ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر. ظل عمرو بن العاص رضي الله عنه في عمان، وقد مر بكم أيضا في المجلس الأخير في رمضان أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمان، هناك إلى جيفر وعبد ابني الجلندى، فبعثوا بالإسلام فأسلم حكام عمان، فبقي عمرو بن العاص رضي الله عنهم عندهم هناك إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد بعدها ثم شارك في فتوحات الإسلام وتولى المشاركة في الجهاد، وكان أحد كبار الصحابة فضلا ومكانة رضي الله عنهم جميعا. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها. نعم، كان من البقية أيضا الأمراء على المناطق، ولا يزيد بن أبي سفيان بن صخر على تيماء، وقيل إنه ولاه أيضا صدقات خولان وبجيلة، واستعمله على نجران. العلاء بن الحضرمي كان أميرا على البحرين التي هي الأحساء في شرق الجزيرة العربية اليوم. قال ابن كثير رحمه الله: العلاء بن الحضرمي أمير البحرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره عليها أبو بكر ثم عمر. وكذلك من الأمراء عثمان ابن أبي العاص الثقفي، تولى الإمرة على الطائف وبقي أميرا في خلافة أبي بكر وعمر كذلك رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء جملة من الصحابة الأمراء الذين تولوا للنبي عليه الصلاة والسلام إمرة بعض المناطق، وهو كما تلحظون يا كرام جزء عظيم من سيرة نبي الأمة وقائدها عليه الصلاة والسلام. فيه تنظيم الدولة وترتيب أمور البلاد والنظر في أحوال المسلمين ورعاية أحوالهم، ولتباعد ديار الإسلام قبل ذلك، قبل عام الفتوح، قبل سنة الوفود، قبل صلح الحديبية، ما كان الإسلام يتجاوز مكة والمدينة وما بينهما من القبائل والقرى. لكنه في بعد صلح الحديبية وانتشار الإسلام في جزيرة العرب وبعثه عليه الصلاة والسلام إلى الأمراء والرؤساء والملوك والعظماء، أقبلت الوفود سنة 9 من الهجرة حتى سمي بعام الوفود. يحتاج هؤلاء إلى من يعلمهم الإسلام، إلى من يتولى لهم تحكيم الشريعة، إلى من يقرئهم القرآن، إلى من يلي لهم القضاء. فكانت هذه البعوث وتلك الإمارات التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحبة الكرام رضي الله عنهم، وهو سبق نبوي فريد في تنظيم الدولة وترتيب أعمالها وتنظيم ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم. هذا تأصيل شرعي للسياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام، فإن الإسلام دين للدنيا وللآخرة، ينظم أحوال الناس في معاشهم ومعادهم، يبين لهم طريق الحياة ويقيمها على أفضل السبل وأكمل نهج. الإسلام دين الحياة الطيبة، ليس دين المسجد والصلاة والصوم والحج فقط، لا، الإسلام دين حياة بأسرها، يرتب لأمة الإسلام ما تحتاج إليه ليقوم عزها ومجدها وحضارتها وثقافتها. فكانت هذه الإجراءات في الزمن المبكر من الإسلام في فترة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، كانت مبادئ ترتيب العمل الذي تطور بعد ذلك على أيدي الخلفاء الراشدين ومن تولى بعدهم أيضا الخلافة في أمة الإسلام جيلا بعد جيل. فالإسلام دين يواكب الحياة ويأخذ بأسباب النهضة والحضارة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من أرسى قواعد هذه الحضارة الإسلامية، بجملة من الأعمال كان منها تولية هؤلاء الصحابة الإمارات التي سمعتم طرفا منها. أما الصدقات فكان يبعث عليه الصلاة والسلام شخصا من أصحابه إلى قبيلة فلان يأخذ الصدقات ويجمعها منهم، فهذه كثيرة لكثرة القبائل وكثرة من كان يبعث عليه الصلاة والسلام إليهم لجمع الصدقات لحساب الأنصبة لمعرفة المقادير. ولهذا قال: وولى الصدقات جماعة كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان على كل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات. نعم، ولم يحرص أهل العلم على تسميتهم وحصرهم لأنهم كثيرون وليسوا كأمراء المناطق، أما الغزوات والسرايا فمحفوظة أيضا. وإذا ذكر أمراء النبي عليه الصلاة والسلام الذين تولوا المهام العظام فإنه يذكر في آخرهم تأريخا من حسب ما صدر من أوامره عليه الصلاة والسلام، يذكر أسامة بن زيد أمير جيش الشام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان تجهيز جيش أسامة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين،
وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر، ودعا أسامة فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك، يعني في غزوة مؤتة، قال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش. لكنه اشتد المرض برسول الله عليه الصلاة والسلام، فبقي أسامة بجيشه لم يغادر. إلى قبل الموت بيومين أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: أنفذوا بعث أسامة. فلما خرج الجيش على أطراف المدينة بلغهم خبر الوفاة فتوقفوا فرجعوا، فجهزه أبو بكر بعد ذلك ووجهه إلى استمرار ما أوصاه به النبي عليه الصلاة والسلام، فسار 20 ليلة حتى بلغ الموضع وقتل قاتل أبيه، ورجع بالجيش سالما وقد غنموا. وقص أصحاب المغازي قصة مطولة، ملخصها كانت آخر سرية جهزها المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل مماته، وهي أيضا أول جيش جهزه أبو بكر رضي الله عنه في خلافته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولى أبا بكر إقامة الحج 9، وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل: لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج، وقيل: بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل: أردفه به عونا له ومساعدا. ولهذا قال له الصديق: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. 9 من الهجرة هي سنة الوفود، لما كثر الداخلون في الإسلام وكثرت القبائل القادمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الحج، وبقي بالمدينة. وفي الوقت ذاته ما كان ليعطل فريضة تم شرعها وهي فريضة الحج، فبعث عليه الصلاة والسلام الخليفة الصديق أبا بكر أميراً على الحج رضي الله عنه، أمره فخرج بقافلة من المدينة إلى مكة ليكون أمير الحج في ذلك الموسم. ولما سار أبو بكر وخرج من المدينة بعث في إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد نزلت سورة براءة، سورة التوبة، وفيها أحكام أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ على مسامع الناس بموسم الحج بمكة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر كانت هدنة، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، إلى أن ذكرت الآيات شأن القتال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآيات. فسمى الفقهاء والمفسرون هذه الآية بآية السيف، وأنها الناسخة لما قبلها، وبعضهم يقول: بل القرآن فيما قبله من آيات الجهاد محكم، والآية زادتها إحكاماً أنه لم يبق إلا الجهاد الذي أمرت به الشريعة لإقامة الدين وحراسة حدوده ودعوة الناس إليه لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وذكرت الآيات في التوبة أيضاً شأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في قول الحق تعالى وتبارك: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبينت السورة التعامل مع غير أهل ملة الإسلام، سواء كانوا وثنيين مشركين أو كانوا كتابيين يهودا ونصارى، فصارت آيات التوبة آيات قتال وعزة للإسلام. ولهذا ما افتتحت التوبة بالبسملة، قال أهل العلم: لأنها نزلت بالسيف، يعني نزلت بالأمر بالقتال بالسيف، والبسملة فيها رحمة، وهذا لا يتوافق مع مضمون السورة. وعلى كل، لما تحرك أبو بكر
رضي الله عنه بقافلة الحج وغادر المدينة نزلت سورة التوبة، وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسمعها مجمع المسلمين في الحج بمكة، فبعث بها علياً. لما خرج علي رضي الله عنه قيل إنه تأخر عن إدراك أبي بكر لأن السورة تأخرت، وإلا كان الأصل أن يبقى علي بالمدينة رضي الله عنه. فلما نزلت سورة التوبة أحب عليه الصلاة والسلام أن يكلف بها عليا، فأمره بالمسير وإدراك أبي بكر. وقيل بل لأن من عادة العرب، وهذا أول موسم حج يستقر فيه الإسلام بمكة ويكون حكمها تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا موسم ستأتي فيه القبائل لتحج في ظل شريعة الإسلام لا في الجاهلية الجهلاء التي كانت تحج عليها البيت الحرام. وكان من عادة العرب أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع، والمطاع آنذاك من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من عادة العرب في الأمور العظام كالحج ألا يتولاه إلا المطاع المعظم أو رجل من أهل بيته، فلذلك انتدب علي رضي الله عنه. وقيل بل أرسل عليا مؤازرة لأبي بكر، وإلا فأبو بكر رضي الله عنه رأس وإمام، وحسبك أنه صاحبه في الهجرة وصديقه في الغار، وقد كان علي رضي الله عنه وحده أيضا رأسا وإماما وقائدا، فأراد أن يعضد بهذين الأميرين بعث الحج ذلك العام. ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور، لأن من مقام علي رضي الله عنه إذا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام فإن اللائق بمثل علي أن يكون قائدا. وأبو بكر رضي الله عنه لأدبه ولحسن إسلامه وحكمته في القيادة رضي الله عنه استفسر منه: أبعثك النبي عليه الصلاة والسلام أميرا فأكون تحتك تبعا لك، أو بعثك مساعدا فتكون مأمورا وأواصل إمرتي؟ والله ما كانوا يتنازعون منصبا ولا سلطة ولا رئاسة. فلهذا التأمت أحوالهم وأتلفت قلوبهم، وإلا فإذا دخل حب الشهوة في الرئاسة وتنازع السلطة تقع الفتنة بين المسلمين. وهذا شأن ما زال يعيشه الناس إلى يومنا هذا. بعث عليه الصلاة والسلام أبا بكر ثم أردفه بعلي، وبكل تجرد وإيمان وحكمة يقول له أبو بكر أمير أو مأمور، وبكل صدق وتجرد يقول علي رضي الله عنهم جميعا بل مأمور. فظلت إمرة الحج لأبي بكر، وأتم رضي الله عنه إمرة الحج وقيادته ذلك الموسم، وجاء علي بمكانته الرفيعة ومقامه العلي الكبير ظل تابعا لأبي بكر رضي الله عنه في الحج. لم يضع هذا من قدر علي ولم يحط من مكانته، بل زاد هذا من قدره لعلمنا بإيمانه وحكمته وتواضعه رضي الله عنه. ولو كان حب الشهوة والمنصب والجاه مثقال ذرة في نفس علي لقال لأبي بكر بل أنا الأمير وعليك أن تسمع وتطيع. ولم يكن من أبي بكر لو قال علي ذلك إلا السمع والطاعة، فإنهم جميعا كانوا رضي الله عنهم متجردين، ولم لا وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم لا وقد شربوا الوحي وانتعشت به أرواحهم، فكانوا أبعد ما يكون عن هذه الحظوظ الدنيوية الزائلة. فانظر كيف كانوا يتواضعون يتنازلون بها لبعضهم، ثم ولاهم الله خلافة المسلمين في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليستفتحها أبو بكر ويختمها علي رضي الله عنهم جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما أعداء الله الرافضة فيقولون بل عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. نعم، جزء مما شوه وزور به الرافضة قبح الله صنيعهم في تاريخ الإسلام هذا الافتراء أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث عليا عزلا لأبي بكر لأنه ما رآه أهلا. السؤال: فلماذا بعثه ابتداء؟
إن كان أبو بكر رضي الله عنه ليس أهلاً في نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما الداعي إلى بعثه ابتداءً؟ فهذه إسقاطات فجة فيها من السخف والتناقض وما لا يقبله عقل سوي، ولم تكن كما قال المصنف ليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم، ليس هذا بأول افتراءات الرافضة ولا بهتهم وكذبهم وزورهم، بل وألا يستحي أحدهم أو يخجل من الكذب والتناقض الصريح الذي لا يقبله عقل سوي وفطرة سليمة. والأصل كما قال المصنف بقي أبو بكر رضي الله عنه أميراً وعلي رضي الله عنه مؤازراً. قال رحمه الله: واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسيء، على قولين والله أعلم. قال الله عز وجل في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ومعنى ذلك أن الأشهر الحرم وهي رجب الفرد وثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، كانت العرب تقر بها وتعرف أن من أحكام الأشهر الحرم تحريم القتال فيها، لكنهم أمة جاهلية وأهواؤها تغلب على ما بقي عندهم من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام من الحنيفية، فإذا اشتهوا قتالاً وأرادوا إمضاءه ووافق ذلك شهراً من الأشهر الحرم عبثوا في تقديم الأشهر وتأخيرها، فإذا احتاجوا إلى قتال في شهر رجب قالوا نقدم شعبان ليكون هذا الشهر ونؤخر رجب، وإذا احتاجوا إلى قتال بعد شوال ووافق ذا القعدة قالوا نؤخر شوال ونقدم ذي القعدة، وهكذا. فكانوا يعبثون في التأريخ، هذا هو النسيء، تأخير شهر عن موضعه في ترتيبه بين الأشهر الهجرية. قال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، وفي القراءة الصحيحة يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما بمقتضى أهوائهم، فعام يكون حلالا وعام يكون حراما لأجل أهوائهم التي اتبعوها. وما زال هذا في عبثهم. لما فتحت مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، قال: وقد استدار الزمان كهيئته بالأمس. قال العلماء معناه أنه وافق في ذلك العام ترتيب الأشهر الترتيب الذي خلق الله عليه الزمان، بالرغم مما حصل فيه من عبث وتقديم وتأخير عبثت به العرب في الجاهلية. فكان الخلاف هل كانت حجة أبي بكر رضي الله عنه سنة 9 وقد خرج حسب التقويم في ذي القعدة أو في ذي الحجة بناء على ما كانت قد عملته العرب من تقديم وتأخير، هل هو في شهر القعدة أو في الحجة من أجل النسيء؟ قال: على قولين. أما الذي لم يختلف فيه أن حجة المصطفى عليه الصلاة والسلام سنة 10 بعد حجة أبي بكر بسنة وقعت في ذي الحجة قطعا، وقد ترتب الزمان وعادت الأشهر إلى موضعها الصحيح، فمحرم في تاريخ الناس اليوم هو محرم الذي خلقه الله في ترتيب الكون، وكذا رمضان وذو القعدة وذو الحجة. ومن هنا أقرت الشريعة ترائي الهلال والعمل به لترتيب الزمان وما يترتب عليه من أحكام المناسك في الحج والعمرة ورمضان في الصيام وسائر الأشهر. تم هذا الفصل في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وبه تم ما يتعلق بذكر أمراء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون مجلسنا الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى في ذكر فصل في حرس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وما يزال في ليلتكم هذه بقية فيها من بركات الجمعة وحسناتها وكنوزها ما اغترف منها المحبون صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل للفؤاد وقد تمادى غمه: ما لي أراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل صلوا عليه وسلموا تسليما، فبها يفرج كل كرب فادح وتكون ذخرا للمعاد عظيما. زينوا يوم الجمعة وليلتها بكثرة ذكركم لربكم تبارك وتعالى،
وصلاتكم وسلامكم على إمام الهدى ونبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها النجاة والذخر والنور الذي تثقل به الموازين وتثقل به الكفة في الحسنات. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا، وارزقنا يا رب شفاعته نحن وأزواجنا ووالدينا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، وانزع الفتنة من بينهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، واكفهم يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. احقن يا رب دماءهم وصن أعراضهم واحفظ حرماتهم يا حي يا قيوم، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.